السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهاردة إن شاء الله فيديو بسيط جدا جدا مستغربني أكتر من مرة، هو طريقة تشغيل الفرن بالكهرباء. بصوا يا جماعة، الطريقة بسيطة جدا جدا جدا. أول حاجة هتحركي الصاج، هتخليه تحت أو في المستوى اللي بيبقى في الجنب. اللي حصل تحت ده يا جماعة ليه؟ عشان بس هتسيب السؤال ده. ده كان فيه في الفرن بشاميل، وبشاميل فار فلزق فسود كده. ده اللي في قاع الفرن ده. هحرك الصاج اخليه في النص او اخليه تحت حسب ما انا حابب توزيع الحراره يكون قد ايه. بعدين هتشوفي درجه الحراره دي محتاجاها كام، سواء بقى كان من معرفتك انت مثلا بالوصفه نفسها او من هنا ومن هنا كاتبين لك برده، بس شوف بس مش باين قوي كل وصفه ويعني وبتستوعب الحراره كام، او من الكتاب بتاع الفرن. هبدا اضبط درجه الحراره بتاعتي. هنا الفرن ده فيه من اول 50 لحد 320، في افران بتبقى اخرها 250، فانت وحسب فرنك. هبدا ان انا اول حاجه هولع او هشغل الفرن، وليكن مثلا هشغله على 200. بعدين بقى هبدا ان انا اشوف عايز التايمر يكون كام. ولاحظوا يا جماعه ان في الفرن الكهرباء التايمر بيفصل اوتوماتيك، يعني مجرد ما الوقت ينتهي الفرن هيقفل او هيفصل، هو هيطفي يعني. في افران لحد 60 وفي افران لحد 90، ده لحد 90. هبدا ان انا الف التايمر حسب ما انا عايز. انا عايز مثلا نص ساعه. هتلاقي طول اللمبه نورت. هتيجي بقى تحت هنا تختاري عايزه تحت بس ولا فوق وتحت ولا فوق بس، وكده طبعا صفر لانه مطفي. شوف بقى تحت بس فوق تحت، تحت بس فوق بس فوق وتحت مع بعض. يعني عايز تحت من بقى تحت بس لوحده فقط، ولا تحت مع فوق، ولا ده لوحده ولا ده لوحده. كمان يا جماعه دلوقتي الحاجات اللي طالعه جديد دلوقتي كمان بيبقى في هنا جنب الزرار ده كده علامه مروحه، علامه مثلا شوايه. ده فوش ولا مروحه ولا شوايه. إيه كمان دلوقتي الفرن طلع جديد، بمجرد ما تحطيه في الكهرباء وتشغل التايمر ده هتلاقي اوتوماتيك في لمبه جوه نورت. بس ده برده ما كانش في لمبه، ده فرن قديم شويه. في بقى كده حاجه عايز اقولها لكم في اخر الفيديو، يعني زي نصيحه كده. اللي عايز يا جماعه يشتري فرن بالكهرباء، ما تشتروش ابدا 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 اي ماركه صيني. لا، الفرن الكهرباء يجي حاجه من الاثنين اللي احنا جربناهم في البيت، اسيل اللي هو التركي ده، دلوقتي بقى له معاه تقريبا حوالي 8 سنين او 7، اسيل اللي هو التركي ده، او لوكسيل اللي هو برضو التركي. لكن الصيني يا جماعه عايز اقول لكم ان هو سيء جدا. بصوا الزهار وقع من فيه دلوقتي، وقع يا جماعه. الصيني بجد بجد سيء جدا، بيبقى ضعيف جدا جدا. فجربوا اي ماركه تكون يا جماعه نوع تركي، وكمان ما تجيبوش اقل من 40 لتر. خلاص، دي الحاجه التانية. الحاجه بقى التالتة يا جماعه الكهرباء ايا كان نوعه ايا كان كام لتر، طبعا اقل حاجه دي ممكن تجيبيها هي 40 لتر، بس ده كان اصغر. بس انا بنصحكم تجيبوا 40 فما فوق. اهم اي مكان نوعه اي مكان حجمه، هو افضل بكتير جدا في تسويه الحاجات الحساسه شويه زي مثلا المعجنات والكيك من الفرن بالكهرباء، من الفرن قصدي الغاز. بصوا كده يا جماعه من فوق هتلاقوا الهيتر موزع، بصوا على الصينيه او الحله كلها او الطاسه كلها. الفرن بقى الغاز بتلاقوا يدوبك هي حته نار كده بالطول. فاوقات طبعا ممكن حاجات ما يستويش كويس مثلا من النص او كده. ده كان فيديو النهارده، اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.